نعم يا سيدي، هذا نشر في الصحف، نشر على وسائل الإعلام. مسؤول أمريكي كان في المنطقة، زار دولة الكيان الصهيوني وزار دول خمس دول عربية، وتحدث وقال كما قلت سابقا أنه طلبوا، أن هذه الدول العربية طلبت من إسرائيل، الاستمرار في القتال حتى القضاء على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية. هذا بالتحديد ما قاله المسؤول الأمريكي. وبالتالي يعني احنا بنعرف شو مواقف هذه الدول العربية، اما ان توصل لهذه الدرجة، لهذه المرحلة، اسمح لي في هذه الكلمة، من الحقارة والقذارة، ان تكون هناك دول عربية رسمية تطالب من الكيان الصهيوني اللي هو عدو كل العرب وكل المسلمين، ان تتحالف مع هذا الصهيوني لذبح الشعب الفلسطيني ولذبح الشعب اللبناني. هذا حدث وما زال يحدث حتى الآن، وبدليل ذلك ان هذه المواقف، أن تصريحات وزراء بعض خارجية هذه الدول يتحدث بعداء للشعب الفلسطيني وبعداء للمقاومة الفلسطيني أيضا، ومندوب هذه الدول في المجلس الأمن يتحدث وكأنه حليف الصهيوني الذي يجلس أمامه على الطرف الثاني، حليف ومندوب إسرائيل.